أما قولنا بأن العنوان هو عنوان خيالي غنقولوا من ناحية المعنوية أكثر مما هو عنوان أكثر مما هو عنوان اللي كيعكس شنو موجود. الهدف ديال الكتاب هو الرجوع إلى التمثلات الفقهية والتمثلات الاجتماعية التقليدية فيما يخص النساء، ثم القوانين اللي كتحكم داخل الأسرة من نهاية الخمسينات ثم الستينات إلى يومنا هذا، وفي المرحلة ديال تعديل مدونات الأحوال الشخصية اللي فعلا كان في إجراج فيها قبل منها ومن بعد وأثناء يعني أثناء كتابة ولا اقتراح مقترح ديال مدونات الأسرة، راج فيها نقاش حول المرجعية الفقهية، حول الأحكام الموجودة وكيف يعني كيفاش كانت الأشياء والكتب ديال الفقه ماذا تحيل إليه. الهدف من الكتاب هو فتح النقاش من جديد.